مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، سعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي المثير، شوطنا الثالث عشر المخصص للجعدان لأصحاب السمو الشيوخ، مع هذه الشعارات الجميلة المشاركة في هذا الحدث الجميل وهذا التألق أيضا المثير والانطلاقي الرائع، ليتقدم مباشرة مع اللي هناك وصل في صدارة هذا الشوط. هذا اللي تقدم الجموع في هذا الانطلاق الجميل، من يتقدم فيه المختبر أو هناك المختبر لهجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق، من يتقدم في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني اللي واصل فيه في هذا الانطلاق الجميل واعب لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري معها ثاني المراكز. المركز الثالث اللي واصل فيه شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن محمد بالقوبع، من ياتي هذه الانطلاقة الجميلة والتحركات ايضا المثيرة والاندفاعات ايضا الممتازة والانطلاق ايضا الرائع. شاهين اللي واصل من الجانب الاخر لهجن العاصفة وغياث الهلالي، من يتقدم في هذا الشوط الجميل وهذا التحدي المثير. شوطنا الخامس او شو هناك المركز الخامس بالفعل اللي قادم من الجانب الاخر اللي يصل فيه المفري هناك يجري الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري، من يتقدم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير والاندفاع الرائع. شاهين اللي واصل من الجانب الآخر على مركز المركز السابع اللي واصل من الجانب الاخر، الوصول هناك من صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالب العرطي الحميري. والمركز التاسع الوصول هناك والتحرك من مشغل هجن الرئاسة احمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز العاشر اللي قادم في هذا الانطلاق الجميل اللي واصل فيه معطش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد الى عاشر المراكز، الى الاسماء الجميلة، الى الشعارات المثيرة، الى هذه الانطلاقات او التحديات الجميلة. وين هجن زعبيل اللي تقود ايضا المختبر انطلاقة هجن زعبيل، والمتألق دائما في التألق، المتألق دائما في القمة. أحب أيضا البندقية في هذا المساء قدم لنا ريسينج والتوقيت الأفضل في هذا المساء. مشكور يا المتألق، مشكور على هذه النوعيات الجميلة والأداء. أيضا المتميز هنا في قمم الإبداع، في قمم الإمتاع مع سن الإذاع. المركز الثاني لياتي هناك شاهين مع هذا الانطلاق الجميل، وهجن العاصفة غياث الهلالي مع انطلاقة شاهين. المركز الثالث اللي واصل من الجانب اللي يتقدم فيه ايضا الوعب لهجن الشحانية وسالب بن فاران المري. والمركز الرابع اللي ياتي على رابع المراكز في هذا التقدم الجميل شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، او هناك اللي يتقدم فيه سرمد لسمو الشيخ ذياب بن سيف النهيان الصادق الفضل الامين، من ياتي على ثالث المراكز ليتقدم هناك رويدا رويدا نحو الصدارة. المركز الرابع في هذا الدخول الجميل. المركز الخامس على خامس المراكز ليتقدم في مشغل لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيالي، من يقدم لنا مشغل المركز الخامس في هذا أو المركز السادس. الوصول هناك، الوصول في هذا الانطلاق الجميل من شعار هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري، من يقدم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي أيضا المفروي والمفروي والمفروي. القدوم الجميل والتحدي ايضا ممتاز في هذا القدوم المفروي.
الممتاز المفروي من ياتي في هذا الانطلاق الجميل وشعار هجن الشحانيه مشغل اللي ياتي هناك مع شعار هجن الرياسه شاهين من يتسلل هناك من الجانب الاخر اللي يتقدم في هذا الانطلاق الجميل وهجن العاصفه المركز الثامن هناك ايضا مع هجن الشحانيه المركز التاسع ايضا مع انطلاقه هجن العاصفه تقدم لنا شاهين والمركز العاشر الوصول والتحرك ايضا هناك من صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بسالم بالعرطي الحميري يا ما شاء الله يا تبارك الرحمن الله يا المختبر الله يا المختبر يريد ايضا يضيف النقاط يضيف الانجازات يضيف ايضا في هذه الامسية يضيف ايضا مع اضافة الرموز يريد ان يرافق ريسنج هنا مع أهل الزعفران في هذا المساء الجميل المتألق المتألق ليقدم لنا نوعياته الممتازة يقدم لنا نوعياته الممتازة الله 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 في هذا الإبداع الجميل والتحرك أيضا الممتاز سعيد أيضا في محمد بن راشد راشد بن سعيد بن مروشد راشد بن محمد بن مروشد في هذا الانطلاق الجميل والتحرك ايضا ممتاز المركز الثاني هناك من ياتينا مشغل في هذا الانطلاق الجميل مع انطلاقة شعار هجن الرياسة مع انطلاقة شعار هجن الرياسة والتقدم ايضا ممتاز احمد بن مطر بن مايد الله ما قدم لنا ايضا الفائض في اول اشواط الاذاعة في اول ايضا رموز هذا المساء في اول انطلاقات الاذاعة الله 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 المركز الثالث الوصول والتحرك ايضا والقدوم من سرمد سمو الشيخ ذياب بن محمد او ذياب بن سيف الهيان الصادق الفضل الامين من ياتي على ثالث المراكز والمركز الرابع هناك شاهين مع انطلاقة ايضا هجن العاصفة لياتي في ايضا لياتي في غياث مع انطلاقة ايضا هذا الانطلاق الجميل لنعود مع انطلاقة المختبر لنعود مع انطلاقة المختبر الذي ايضا طار مع الصدارة طار اقلع مع الصدارة اقلع الله يا المتألق مشكور يا المتألق مشكور على هذه النوعية التي ايضا باعدت المسافة انتاج المختبر مع انطلاقة ايضا هذا ايضا الابداع الجميل والليلة مزاد المختبر يا هذا المختبر وهذا ايضا من مزاد المختبر مشكور يا رعم صيحة مشكور على هذا الانطلاق الجميل وسلام سلام سلام يا المتألق سلام سلام لهجن زعبير سلام العصا وين راقدة وامنة والعصا قوس تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل يضيف انجاز مع انجازاته السابقة ايضا مع انجازات هذا الشعار مع التوقيت الافضل في هذه الامسية لياتي شاهين المركز الثاني هناك مشغل لهجن الرياسة مع انطلاقة احمد بن مطر بن مايد لخيل المركز الثالث هناك شاهين ايضا مع انطلاقة هجن العاصفة وايضا غياث الهلالي مع هذا الانطلاق الجميل والتحدي ايضا المثير التوقيت الزمني من قدم هناك المختبر وهجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد التوقيت الزمني 9 دقائق 48 9 اجزاء من الثانيه تهانينا والناموس ايضا لهجن زعبيل وللمتالق دائما وابدا راشد بن محمد بن مروشد من قدم لنا هذه النوعيه وقدم لنا المختبر المركز الثاني هناك مشغل وهجن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي مع ايضا التوقيت الزمني 8 دقائق 59 جزء واحد من الثانية المركز الثالث مشكور يا الفيلسوف مشكور المركز الثالث اللي وصل على ثالث المراكز مع انطلاقة شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي 8 دقائق 59 تسعة اجزاء من الثواني تهانينا والناموس
مشاهدينا متابعينا.